نكمل مع بعض في الجزء الخاص بالخامه بتاعت السفير. طب انا عشان اعمل الخام بتاع السفير انا عايز بس اطلع لكم قدام شويه عشان اقرب الموضوع اكتر. يعني لو رحنا دبل كليك على طبعا الخامه دي يبقى كده هعمل على كله، لا انا هاخد خامه كده في جنب وهسميها سفير، وهاخد خامه السفير دي احطها جوه دي كالعاده علشان تبقى هي الخامه المقصوده. يعني هروح بعد كده لديسبليسمنت. ديسبليسمنت عشان اقول لكم على حاجه. اولا الفاصل نفسه انا هوريه لكم دلوقتي تاني. الفاصل نفسه اتعمل زي ما انتم شايفين كده، شايفين انتوا الحاجات اللي طالعه دي. الحاجات اللي طالعه دي هي اصلا دي عشان تبقوا عارفين صوره في فوتوشوب عباره عن دوائر بيضه. وفي يعني انت تعمل ايه؟ هتفتح ملف فوتوشوب. طبعا انا مش عايز اعملها عشان الوقت، بس انا اقول لكم اتعملت ازاي وهوريكم نعوض عنها هنا بايه. لكن الاحسن بصراحه انها تتعمل في فوتوشوب. انت هتحط لاير سودا خلاص، وفوقها تعمل شيبس شكلها ابيض مدوره جنب بعضها كده خلاص، بس وتسيفها كصوره. تمام، صفوف تحت بعضها، دوائر بيضه تحت بعضها، يعني تحت بعضها جنب بعضها، المهم تبقى اسود في ابيض. تمام، ونروح لديسبليسمنت، نعلم على ديسبليسمنت. طبعا ما يعملش حاجه، الاول هنخلي دي هيوج عشان اوريكم الشكل يبقى عامل ازاي. بعد كده القصه كلها في تيكتشر وسب بوليجون. لو انا رحت التيكتشر عشان اعوض عن الصوره اللي انا قلت لكم عليها دي، ممكن اخد النويز. زي ما انتم شايفين خدت نويز. لو انا عملت ريندر هلاقي الشكل او المنظر ده. طب لو انا قلت سب بوليجون بقى كده هيشتغل على كل الفيسز اللي موجوده في السفير. طب لو انا عليت شويه الخمسه دي خليتها 50، زي ما انتم شايفين تقريبا جه لشكل مقارب من اللي احنا كنا بنتكلم عليه. ممكن ازود او اقول له راوندد جيومتري خلاص، بحيث يخليه الحوا مفيش حافه حاده يخليها كلها واخده دوائر بالشكل ده كده. ممكن ازود السب ديفيجن ليفل بحيث ان انا ادي سموثنس وادي تنعيم وادي نعومه ودقه للشكل. بس الريندر اظن شايفين الريندر عامل ازاي. طب انا هخليها 2، يعني هرجع لـ2 خلاص، بحيث ان انا اخد يعني ريندر سريع وفي نفس الوقت اخد الى حد ما شكل قريب شويه من الشكل بتاع اللي موجود في الفصل. النويز ده ممكن لو ضغطت هنا ممكن اغيره، يعني ممكن لو ضغطت هنا اخد كده واروح لهنا كده هلاقي في كذا نوع نويز. ممكن اخد حاجه زي كده، ممكن اخد حاجة زي كده، انا مش عارف الشكل بس هنشوف. زي ما انتم شايفين السبايكس اللي طالعة، بس السبايكس دي على فكرة ممكن تتعالج. ممكن اخلي النويز السكيل بتاعه ب300 ولا حاجة خلاص. زي ما انتم شايفين ادى شكل انعم، اعتقد لو 200 ممكن نتكلم في حاجة خاصة بكده. طب لو رجعنا باك والسب ديفيجن خليناها 4 زي ما كانت كده، هناخد ديتيلز اكتر. فعلا الى حد ما خدنا ديتيلز اكتر، لكن اعتقد محتاجين ان احنا نخلي النويز مثلا 120 ولا حاجة، ومحتاجين ان احنا نخف الهايت شوية نخليه وليكن 20 30. هي على فكرة بقى مسألة ايه، فوق وتحت، يعني هي مسألة يعني شوية فوق شوية تحت خلاص. ممكن نخليها 60 كده بقت يعني. طيب ممكن نشوف كمان ايه، ممكن نشوف حاجة زي دي. بس دي هنخليها 120. ممكن دي
ممكن دي، بس هنزود الهايت، يعني هنخلي الهايت ده مثلا بتاع 60 ولا حاجة. اه مظبوط، يا متهيألي اقرب حاجة ليها. لو خلينا السب ديفيجن ليفل باتنين، ممكن نقول ان احنا قربنا قوي، ممكن نقول ان احنا قربنا قوي قوي من الموضوع. طب احنا هنثبت على دي، احنا هنثبت على دي خلاص. وتعالوا بقى نشوف الداينامكس هتمشي ازاي. واحد يقول لي ما هي راشقه في الارض، هقول لك لا، انسى حكايه راشقه في الارض، اصلا دي مش هبان، اصلا دي مش هبان. يعني انت لو جيت تشتغل كده هتلاقي السكيل بيتم في تك في ثانيه، تمام؟ هتلاقي السكيل بيتم زي ما انت شايف على طول. اصلا انا مش هخليه يعمل كده ويقف، لا، تعالوا بقى نشوف هنعمل فيه ايه. بس قبل ما نعمل في السكيل او في نخش في الداينامكس، هرجع للكاميرا وعايز عايزكم تبصوا للريندر بتاعتي. اولا طبعا الريفليكشنز تمام ومفيش مشكله وكل حاجه، لكن القصه دي مضايقاني. وكمان حاجه، ان في فيد ابيض، تحس ان هو على الحروف من تحت. ده ممكن يتعمل بطريقتين. ممكن اول حاجه لو رحت للمات والريفليكشن وقلت له بلر، قلت له بلر، وليكن البلر مثلا هقول له ب 15، عايز تزود زود. الاكيوراسي وليكن هخليه مثلا ب 80 خلاص. وتعالوا كده نعمل ريندر. ايه بقى؟ أو بدأ اهي، بدأ يجي، يعني بدأ ال 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 اولا ال ال القطع اللي كان هنا راح، بدأ اداني زي فيد تحت بالشكل ده كده. ممكن كمان لو البلر، ممكن ان انا اخلي التكتشر فرنيل البلند مود، ممكن اخلي البلر او البلند مود بتاع الفرنيل باد خلاص، بحيث ان انا اخد بالظبط نفس الافكت اللي موجود تحت على الجزء ده. لا، وفي حاجة كمان ممكن ان احنا نعملها، ممكن ان انا اروح ل color texture واقول له، ممكن اقول له حط لي جراديانت، لا بلاش جراديانت، هعمل كلير تاني وهقول له حط لي لاير عشان اقدر اضيف جواها حاجات تانية زي الفوتوشوب بالظبط. هروح لشيدر واقول له جراديانت، والجراديانت هخليه في خلاص، هخليه في اعتقد، وممكن يبقى يعني ممكن يبقى يو، انا عايزه يبقى جاي من تحت لفوق. انا متهيألي كان في انجل، في انجل فعلا. نجرب 90، لا طيب سالب 90 الناحية التانية. طب 180 برضو لا. طب سالب 180 برضو لا. طب زيرو، ماشي. طيب ناخد الابيض اللي ورا كده، اعتقد ان الابيض ده هيجي من فوق. طب اخلي الابيض مكان الاسمر والاسمر مكان اللون الابيض عشان ادي الفيد اللي انا عايزه. طيب نسيبنا من كلر وتعالوا نحطها في البامب. هحطها في البامب لاني هعمل بروز، ماشي. تعالوا لتكتشر واروح لنويز، نويز ماشي. اختبر بس القيمة بتاعتي مظبوطة ولا لا. طبعا النويز هنا حجمه كبير قوي، هخلي الجلوبال سكيل بتاعه صغير وليكن 30، وهطول الواي لان انا عايز زي تشريح كده خلاص. واحد يقول لي طب مكان التشريح ده انا هتحكم فيه ازاي؟ هقول لك اصبر على رزقك، كله هيبان. اقلل بس الزد
عشان يبان تشريح خفيف. هو ده بقى، هو الحتة دي اللي انا بتكلم فيها، الحتة دي اللي انا عايزها، التشريحات اللي موجودة تحت، خلاص، اللي هي الانبعاجات اللي موجودة تحت دي. طبعا هي مقاس بس في البامب، هي مقاس في البامب. تمام، اعتقد ان الواي يقل شوية. تمام، والجلوبال سكيل يزيد شوية، أقل الإكس. تمام، في مفيش موفمنت، أنا مش عايز موفمنت. خلاص، ده بالنسبة للبامب. خلاص، فده كده النويز، كده احنا عملنا تيست للبامب إن كان هيشتغل معانا كويس ولا لأ. طب تعالوا نتحكم في مكان البامب، نتحكم في مكان البامب. لو أنا رحت التكتشر وحطيت لير ودخلت على اللير، طبعا كده كده النويز معايا. هروح للشيدر واحط في الشيدر جراديانت، والجراديانت هخليه مش يو، هخليه في. واحد يقول لي طب فايدتها ايه؟ هقول لك، لو انت غيرت البليند مود لسكرين، يبقى انت كده منين ما بتحرك الجراديانت، منين ما بيتحرك معاك او منين ما بيتوجد البامب، كل ما بتزود المسافه السوداء كل ما البامب بيبدا يزيد. لو احنا علينا بس البامب شويه عشان ابقى باينه لكم، كليك يمين واقول لكم هيوج اهو. خلاص، طبعا لو دخلت فلاير تاني وغيرت، غير بقى بليند مود زي ما انت عايز. تمام، في عندك كذا نوع بليند مود زي ما تحب. تمام، في البيرن، اعتقد اللايتنج كويس، يعني اللايتنج يديني شايف زي ما انت شايف كده، اتحكم لي في المكان بتاع البام. تعالوا بس الاول بقى نعمل ريندر ونشوف هل هنخلف الجراديانت ولا هنسيبه على حاله، او هنسيبه زي ما هو، لان انا عايزه تحت في الكلمه، انا عايزه في الكلمه من تحت. تمام، اعتقد هنزود البامب بعض الشيء. نروح ليه، نخليه يو. طبعا بان قوي، بان النصين بتوع الكوره. طبعا شوفوا هنا جت على الاو، لكن هنعالجها في البلار وفي الانجل لسه. وما جتش على الواحد. طيب لو احنا عملنا الانجل بتاعه ب90 درجه، طبعا احنا كده عكسنا الموضوع، نزلناه لتحت. لو احنا جينا عملنا بقى الريندر بتاعه، طيب عشان نخلص من الحتة دي هنحط بلر وليكن مثلا 30، وهنا ب30، بحيث نغطي البامب ده. اعتقد هنقلل احنا اصلا البامب شوية، بحيث يدوبك يبان تشابيح خفيفة قوي في الخامة. ماشي. السبيكولار مظبوط. طب هل في حاجه ممكن نعملها في الكالر؟ لا، ما اعتقدش. الريفليكشن يعني عمالين نراجع، نخليه نورمال، نجرب كده لما خلينا الفيرنيل بنورمال. ما اثرش قوي، لكن مش مشكله يعني. طيب نيجي بعد كده للجزء الخاص بالديناميك. دلوقتي احنا قلنا ان الكوره دي المفروض انها تطلع وتعمل نطه كده يعني.
عشان تعمل الباونس ده لازم اخلي البلين اللي هو الفلور لازم اخليه دايناميك او اخليه ريجيد بودي. هعمل رايت كليك على بلين واقول له مجراف تاج واخد ريجيد بودي تاج. خلي بالك ان الريجيد بودي لو اتطبق على حاجه ما هياش جوه مجراف اوبجكت زي الكلونر او الفراكشر اوبجكت اوتوماتيك بيبقى استاتيك، تمام؟ يعني يعتبر زي كولايدر او حاجه ثابته المفروض الاجسام هي اللي تخبط فيها. طبعا يعني كل الكلام الخاص بالداينامكس والمجراف وشغل الكلام ده كله اتقال في الكورس الخاص بينا على شبكه طريق الجرافيكس اللي هو في المركز التعليمي، الكورس الخاص بالمؤثرات الخاصه اللي هو سينما 4 دي والمجراف والمودينامكس، واللي موجود برضو على موقعنا او موقع برو فيجن، وقريب قوي هيطلع كمان يعني اسبوعين او ثلاثه بالظبط هيطلع الكورس الجديد بتاع السينما 4 دي ميجا تريننج، وده زي ما بيقولوا كده التيميت جايد، يعني دليل كامل لاستخدام السينما 4 دي من A to Z. وبرضو الكورس بتاع المجراف موجود على شبكة فنون. يعني الكورس ده قلته اكتر من مرة، اتكلمنا على الداينامكس فيه بشكل مفصل، تمام؟ وكل التدريبات اللي جاية بيزد اون الكورس ده او معتمدة على الكورس ده. نيجي بعد كده في السفير، وتعالوا نخلي طبعا دي كده اصبحت استاتيك. طب ايه اللي هيخبط فيها المفروض؟ السفير. طب السفير لو انا جيت اعملها بالمنظر ده تبقى برضو استاتيك، يعني مش هيحصل حاجه. لو انا جيت اعمل كده وخدت حتى دايناميك او موجراف تاك وعملتها ريجيد بودي وجيت اعمل كده ولا الهوا. ليه؟ لان المفروض ان الجسم اللي هيعمل التصادم يبقى مش ستاتيك ريجيد بودي. عشان نعمل كده اروح لموجراف واخد فراكتشر اوبجكت واحط السفير جوه الفراكتشر اوبجكت بالشكل ده كده. اروح بقى على الفراكتشر اوبجكت نفسه ورايت كليك وموجراف واقول له ريجيد بودي. في الحاله دي، في الحاله دي اللي هيحصل لو عملت كده ساعه ما السفير تكبر هيحصل حاجة. طب كبرت راحت فين؟ اقول لك راحت فين. السفير اصلا نزلت لتحت، السفير نزلت لتحت. طيب تعال عشان نشوفها نزلت لتحت ازاي. تعال نعمل كده ونعمل بلاي. ارجع بس الاخر واعمل بلاي. تمام، مفيش سفير خلاص. ليه؟ انا مش عايز الداينامكس تبدا الا بعد ما السفير تبقى خدت السكيل الكامل بتاعها. ليه؟ عشان اضمن انها بقت فوق مين؟ عشان اضمن انها بقت فوق البلين مش تحته. طيب هروح للداينامكس وهقول له انيبلد، هضغط على او هشيل العلامه من قدام انيبلد، هشيل علامه من قدام انيبلد وامشي كده. السفير كبرت اهي. طيب انا عايزها كده تقوم عامله الباونس، يعني توصل عند 68 مثلا خلاص، واحط كي فريم للانيبلد بعدها بفريم واحد تبقى انيبلد. تمام، تبقى انيبلد. لو انا عملت كده شفتوا اللي حصل؟ عملت باونس اهو. طبعا كل ده الدايناميك بتاعه السفير او ريجيد بودي بتاع السفير متعطله، مجرد ما بقت فوق البلين اشتغلت خلاص. الباونسنج اللي بيحصل طبعا انا هتحكم فيه بكذا حاجه. ممكن ان انا اخد السفير، ممكن اخد السفير واعمل لها موف. طبعا هي هنا اهي موديل تول، اعمل الريجيد بودي كله او اسمه ايه ده الفراكتشر اوبجكت انزله تحت سنه، تحت بس سنه. ليه كده؟ السفير هي اصلا خبطه في البلين، خبطه في البلين، مجرد ما هتخبط في البلين بتقوم جايه عامله الباونسنج اهو. الباونس المره دي شايفين عامل ازاي؟
طبعا مش ده كله يعني. فاحنا هناخد الفراكتشر اوبجكت و ارفعه لفوق سنه، عشان انا مش عايز الباونس ده كله، مش عايز الباونس ده كله. جرب تاني برضو باونس عالي. خلاص يبقى هرفع الفراكتشر اوبجكت فوق كمان سنه، سنه كمان، بحيث يبقى الباونس. على فكره الداينامكس بالذات لازم ترجع للاول وترجع تعمل بلاي تاني عشان يعمل كيش للبلين برضو. طيب نرفع احنا بقى السفير دي فوق شويه، حاجه كده يعني، نمشي كده بقى. انا متهيألي كده تظبط، لان خلاص ده ما عادش غير كام فيس بس اللي لامسين البلين. طب احنا اسلم حل، اسلم حل اروح اظبطها من الفرنت واريح دماغي، اروح اظبطها من الفرنت واريح دماغي. اه لا تصدقوا معاها حق، ده فعلا هي تحت اصلا، تحت ب ب ب ب بكتير قوي كمان يعني، هي فعلا تحت يعني، واخده هي اصلا على فكره واخده الباونسنج من ساعه ما السكيل بدا يعني، هي واخده كده. بس ارجع لكده نشوف، نشوف الوضع. يعني لسه بسيط بسيط بسيط، بس هتيجي يعني، بسيط بس هتيجي. البوزيشن واخد كي فريم. طيب مبدئيا رايت كليك على البوزيشن ده، لان البوزيشن ده هو اللي كان عمال يرجعها كل شويه. تمام، وديليت تراك. انا كده اصلا كده كده مش محتاج البوزيشن في حاجه، ده انا محتاج السكيل، وانا عمال اقول هي بترجع تاني كل شويه ليه. كده مظبوط. طيب لو انا رجعت كده لازم الباونس بتاعها يقل فعلا، لازم الباونس بتاعها كده يكون قل، لان كان البوزيشن معمول له كي فريم، والراجل حقه بصراحه. انا اللي ما يعني ظهر ان انا شارب حاجه غلط النهارده، ف معلش ما تاخذونيش. خلاص نشوف كده الظروف. معقول، تمام قوي كده. الجزء اللي جاي نكمل.